السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التصميم الحقيقة اللي جاي تشاهدوه هو لمحطة في القطب الجنوبي، تحديدا أنتاركتيكا. تسمى هذه المحطة جانغبوغو ستيشن. طبعا قبل لا أبدي بموضوعها وكيف إنشاها، بس يعني أجاوبكم على تساؤل الحقيقة هواية يسألون عليه، هو ليش غالبية الدول يعني تحاول إنشاء مراكز في هذه المناطق اللي هو القطب الجنوبي؟ طبعا هواية أسباب راح أحاول ألخص لكم إياها حتى يكون عندكم فكرة ليش كل المعاناة اللي راح تشوفوها بهذا الفيديو لإنشاء مثل هكذا مركز. طبعا أهم الأسباب هي كثيرة، ولكن أهم الأسباب لإقامة مثل هكذا مراكز بحوث في القطب الجنوبي هو بالأساس دراسة الفضاء، دراسة الحياة الطبيعية، ودراسة تاريخ تكوين ونشأة الأرض، لأنه هذه المناطق مثل ما تعرفون ما واصلها البشر ولا متلاعب بها، فلهذا مناطق ممتازة لدراسة الفضاء، لدراسة الحياة الطبيعية، دراسة التاريخ، بالإضافة إلى موضوع مهم وهو دراسة الجاذبية، لأنه هي بالأصل قطب من أقطاب الكرة الأرضية. عندنا نقطة يعني هي ما متداولة، ولكن عن الحقيقة من خلال متابعتي للموضوع وبحثي، ألا وهي البحث عن الثروات الطبيعية والموارد، لأنه تبقى هاي المناطق ممكن تلقي بها معادن وممكن بها تلقي ثروات، ولهذا أكو نوع من الدراسات بهذا الاتجاه. إضافة إلى فد نقطة مهمة جدا وهي مراقبة التغييرات، وبشكل أساسي التغييرات المناخية، لأنه أول ما تظهر هاي التأثيرات هي في مناطق القطب اللي هو تحديدا هنا بدنا نحكي على القطب الجنوبي. هسه خل أنتقل لكم إلى موضوع مركز البحوث. مثل ما قلت لكم اللي هو جانغبوغو ستيشن، هذا المركز اللي قام بإنشائه هو كوريا الجنوبية. وحتى نكون يعني دقيقين بموضوع تتبع كوريا الجنوبية شنو قامت به بسنة، يعني خل أرجع لكم السنة 1988، وحالها حال باقي الدول اللي تحاول تنشئ مراكز في القطب الجنوبي، قامت كوريا بإنشاء أول مركز إلها اللي هو كان اسمه كينغ سيجونغ ستيشن. هذه طبعا القاعدة كانت، خلينا يعني نحكيها بطريقة مبسطة، هي قاعدة أساسية بسيطة بإمكانيات بسيطة. طبعا هذه القاعدة تم إنشائها في الشهر الثاني سنة 1988، وتحديدا تم افتتاحها يوم 17/2/1988. هذا المركز للأبحاث، وبعد بدايته بالعمل توصلوا النتيجة إلا أنه ما يمكن يعني يقوم بأبحاث ذات قيمة وذات مثل ما نقول الهفت قيمة علمية عالية أو جدوى بالنسبة لهم، إذا مو يكون لهم مركز أبحاث بمستوى أعلى. وهنا ما دا نحكي بس كبناية أو كمنشآت، لا دا نحكي كموقع، لأنه مثل ما دا تشوفون قدامكم المركز اللي تم إنشاء الأول أبعد كثيرا عن القطب الجنوبي من المركز الثاني اللي هو تم إنشاءه. وطبعا بالمناسبة المسافة بين هاي المركزين دي نحكي عليهن، قصدي الكوري، المركز أبحاث الكوري القديم والكوري الجديد 4500 كيلو متر، يعني خلنا نتخيل حجم المسافات اللي نحكي عليها. المركز الجديد راح يكون طبعا وفق تصاميم ومواصفات يعني متطورة بشكل كبير وهائل عن المركز القديم. لهنا أنا راح أكتفي الحكي عن المركز القديم، بس حبيت أعطيكم مقدمة أنه ليش هذا المركز تم إنشاءه. حتى يتم إنشاء هذا المركز الجديد اللي هو مركز جانغبوغو ستيشن، تم إجراء نوع من المسح على المناطق بالقطب الجنوبي اللي حاولوا تكون أقرب ما يكون إلى مركز القطب الجنوبي. طبعا بذاك الوقت هم رشحوا منطقتين، والحقيقة ما أريد أدخلكم بتفاصيل الإشكاليات أو المقارنات، ولكن اختاروا فد منطقة اسمها كوستو ريجين اللي هي هاي اختاروها حتى يقيمون هذا المركز عليها. لهذا الغرض قاموا بإعداد تهيئة سفينة
الحقيقة تم تجهيزها بكل المستلزمات، يعني مستوى التخطيط الحقيقة لهذا المشروع أنا شفته أكثر من رائع. هذه السفينة تم يعني تزويدها ب6958 طن من المواد. طبعا هذا الرقم قد يبدو دقيق، ولكن هم أكثر من هذا الرقم، ولكن الرقم الأساسي هو هذا اللي كان. وهذه المعدات تم تحميلها على هذه السفينة اللي اسمها بي بي سي دانيوب. هذه السفينة الحقيقة يعني تم تهيئتها المهمة غاية في التعقيد وغاية بالصعوبة وغير مسبوقة، هاي النقطة هم مهمة. حتى تقدر هذه السفينة تأخذ هذه التجهيزات وتأخذ الكوادر وياها وتوصل للمنطقة اللي راح يتم بها إنشاء هذا المركز اللي هي كوستو ريجن، كان لازم لها كاسحة جليد تفتح لها الطريق، لأنه المنطقة يستحيل على هذه السفينة أن توصل لها. لهذا تم إسنادها بكاسحة جليد، وفعلا بدت الرحلة مالتها اللي هي الحقيقة كانت مليانة مشاكل، يعني مشاكل لو نجي ندخل بتفاصيلها ما راح يخلص هذا الفيديو، ولكن راح أعطيكم يعني مثال بسيط عن هذه المشاكل، وهي بكل بساطة اللي هي الحالة اللي تكررت أكثر. يعني هسه راح أشرح لكم بالضبط شنو اللي يصير. كاسحة الجليد هي شو تسوي؟ تكسر الجليد وتفتح الطريق حتى السفينة بي بي سي دانيوب تتبعها. هذه العملية مو سهلة أبدا، يعني لازم أكو مسافة بين السفينة وكاسحة الجليد. وبنفس الوقت المشكلة الأساسية كانت عندهم بالليل، تحديدا بالليل، لأنه شنو اللي يصير عندهم؟ المسافة من الصير بعيدة ما ممكن تقتفي السفينة أثر كاسحة الجليد بدقة، ولهذا يصير انحراف عندها. من صار انحراف وين راح تروح؟ راح تروح تتوجه غالبا على كتلة جليدية وتصدم هاي الكتلة وتتوقف عن الحركة. هذا ايش راح يضطر؟ انه كاسحة الجليد ترجع مرة ثانية وتربط السفينة وتسحبها للخلف، ومرات يحتاجون إلى عمليات تكسير إضافية للجليد حتى يقدرون يخلصوها وتكمل طريقها. حتى تتخيلون حجم هذه المشكلة، فإنه تكررت عندهم 37 مرة. يعني هذه اللقطات اللي عرضت لكم إياها هي أثناء النهار، ولكن أكثر المرات تكررت بالليل. وإلكم أن تتخيلون حجم العمل والمعاناة، يعني اللي عانوها أثناء الطريق. عندنا أكو هم حادثة ثانية أحب أنوه لكم عليها بشكل سريع، ألا وهي طبعا نتيجة للهسة حكيت لكم إياه هاي المواقف والمشاكل، صار عندهم تأخير 15 يوم عن الجدول المقرر، لأنه هاي الرحلة استغرقت مو حسبة أسابيع، استغرقت أكثر من شهرين. ولهذا من إجوي ورادوا يتبعون الجدول ما قدروا، الحقيقة صار عندهم تأخير، هذا التأخير 15 يوم. هذا أدى إلى إرباك عندهم حصل ونوع من التسرع بالعمل انعكس في أسوأ الصورة في حادثة تحطم المروحية، لأنه المروحية تم تكليفها بواجبات أكثر من الإمكانية مالتها وحتى الطاقم مال قيادتها. ولهذا أثناء إحدى عمليات الهبوط على كاسحة الجليد، خلينا نسميها، صار نوع من الخلل القاتل بأنه انضربت مروحية المراوح مال هذه المروحية وأدى إلى تحطمها واحتراقها. وفرق الإطفاء الحقيقة كان تصرفهم يعني ممتاز، وبكل إمكانية قدروا يطفون حريق الهليكوبتر الحقيقة اللي كان دا يتوسع، ممكن كان كل الكاسحة مال الجليد حرقها، ولكن تمكنوا من السيطرة على هذا الحريق. وعدهم إصابة واحدة جدية، يعني كانت تحتاج إلى جراحة اللي هو لقائد الطائرة، تم نقله بمروحية إلى قاعدة ثانية، يعني نسبيا هي بعيدة، ولكن عدهم إمكانيات إجراء عمليات جراحية. طبعا هي قاعدة أمريكية، لأنه مثل ما قلت لكم موجودة مجموعة قواعد، وواحدة من الملاحظات لاني لاحظتها أنه هذه القواعد بيناتها تنسيق ونوع من التعاون الحقيقي الرائع، لأنه منطقة مقطوعة نهائيا، لا يعني بيناتهم نوع من التعاون
تعاون، وأي أحد من هذه القواعد عدة خدمة تحتاج القاعدة الثانية أكو فد نوع من التعاون والشراكة القوية. فلهذا نرجع للنقطة المهمة مالتنا، تم إرسال قائد المروحية للمركز البحوث الأمريكي وكان مجهز بغرفة عمليات، تم إجراء عملية له. من ناحية الخسائر البشرية ماكو، ولكن خسائر مادية. لهنا أنا أيضا مثل ما قلت لكم راح أكتفي بمشاكل الطريق. راح ننتقل إلى يعني من وصلوا إلى المنطقة اللي هي كوستو ريجن، عندما وصلوا إلها أول خطوة لازم إنزال المعدات طبعا، وهذه العملية مو سهلة، لأنه أنت مو يعني دا نتعامل مو ويا ميناء، أنه سفينة وصلت ميناء ودا يستقبلها ودا ينزل المعدات وبطريقة سلسلة. هنا ماكو منطقة رسو، ولهذا أول ما بدوا نزلوا تم نوع من الفحص الطبقة الجليد وتأكد من سمكة وإمكانيته على تحمل المعدات اللي راح تنزل، لأنه دا نحكي على آلاف الأطنان. طبعا بعد ما تمت هذه العملية اللي هي أيضا بها تفاصيل كثيرة، ولكن أحاول أختصر لكم على قد ما أقدر، أنه تم إنزال المعدات وبضمنها طبعا حتى رافعات ضخمة، يعني تدرون يعني موقع مال بناء كل معداته بالكامل جاية من خلال هذه السفينة. وبعد ما تم إنزال المعدات جت عندهم المرحلة الثانية اللي هو تهيئة موقع العمل، تهيئة موقع للإدارة، تهيئة موقع للكوادر اللي جاي تشتغل، سووا نوع من الشبكة مال الطرق البسيطة، لأنه تدرون هاي منطقة جليدية لازم هم يشتغلون على أرض صلبة، لأنه بالأول وبالأخير البناء أو المنشآت اللي راح يقوموها يراد لها قاع صلبة تقام عليها، ما يفيد أنه تقام على الجليد مباشر. فلهذا تم تهيئة الأرض والوصول إلى اليابسة اللي سبق طبعا، أنا مثل ما شرحت لكم سبق أكو جت فرق وقامت بعمليات مسح ونوع من الدراسة، بحيث هم يدرون أنه هذه الأرض ممكن يعني يجري عليها عملية إنشاءات. فأول نقطة بلشوا بها هنا اللي هي الأساسات، الأساسات بمعناها التقليدي ما يقدرون يسووها بهذه الظروف، يعني مثل ما سولفت لكم هي هاي المنطقة باردة جدا، درجات الحرارة بالمعدل ناقص 30 درجة، وأحيانا توصل إلى أكثر من ناقص 70 درجة مع رياح عالية، يعني هذه فد نقطة جدا مهمة. ولهذا موضوع أن يتم إجراء الأساسات بالطرق التقليدية شبه مستحيل هنا، فلهذا كانوا هم مهيئين نوع من الكتل مسبقة الصب اللي هي استخدمت كنوع من البايلز يتم وضعها، ونوع من خلينا نقول فاونديشن تهيئة حتى يبدون يركبون عليه الستيل ستراكشرز اللي هم اعتمدوا عليه بشكل أساسي على بالنسبة للتصاميم هذه المنشآت. هنا أنا بس أحب أشير النقطة، عندنا المبنى الرئيسي أو المنشأة الرئيسية هي هذه اللي راح تكون المركز مال كل العمل، وأكو إلها ملحقات، ولكن المبنى الرئيسي هو راح يكون الثقل الرئيسي بالعمل. هم بحسب المخطط مالتهم قدروا وصولهم وعملهم يكون مع الظروف الجوية تكون في حالة هدوء، لأنه هذه المناطق على الظروف الجوية مالتها القاسية يصعب أن يعملون بها. ولهذا حسب دراساتهم وتقديراتهم تم اختيار توقيت تكون الظروف نسبيا نقول ملائمة ممكن يشتغلون بها. بعد ما تم وضع الأساسات أو خلينا نسميها الكتل مسبقة الصب، بدأوا عمليات الستيل ستراكشر اللي هم الحقيقة كانت بشكل يعني انسيابي ومنظم، يعني يدعو بصراحة للإعجاب. وكل القطع هاي خلي ببالنا شغلة، أنه جايبيها وياهم من مكانات تبعد آلاف الكيلومترات، يعني أي شغلة يحتاجوها ما راح يقدرون يجيبوها بسهولة، ويراد لها وقت طويل وكلف عالية. فلهذا كان كل شيء محسوب حسابه من كل النواحي.
حتى من ناحية الكوادر اللي جاي تشتغل، من ناحية أكلهم، معيشتهم، باقي التفاصيل اللي يحتاجوها. رغم اعتمادهم بشكل أساسي على الستيل ستركتشر، ولكن هذا لم يمنحهم من استخدام الاسمنت، صب اسمنت كونكريت. وهذا الإجراء أي عمليات الصب بهيج مواقع له أساليب خاصة، بضمنها بعد أن يتم وضعه يتم استخدام نوع من الهيترات المزودة بمراوح حتى تسوي المنطقة اللي جاي يتم بها عمليات الصب ضمن درجات الحرارة اللي تساعد على تصلبه وإكمال العملية بنجاح. طبعا هاي استخدموها للقاعات أو المكانات المغلقة أكثر شيء، وعد ما كانوا يسووها بالمكانات المفتوحة أيضا باستخدام مواد خاصة وأساليب خاصة. ما أريد الحقيقة أطول لكم بهاي النقطة. ننتقل للمبنى الرئيسي. المبنى الرئيسي الحقيقة تم استخدام أسلوب للغرف أو خلينا نقول التفاصيل الداخلية داخل المبنى باستخدام تقنية سميت المايكروز، وهي يعني ببساطة تم إعداد نوع من الغرف الجاهزة اللي تم استخدامها أشبه بالقطع الميكانو أو الليجو، أنه تتركب تركيب ويتم بالنتيجة الحصول على الخارطة والتفاصيل المطلوبة لداخل المبنى. المبنى في تصميمه راعى الكثير من النقاط المهمة، يعني راعى المنطقة اللي راح يكون بيها، وأحدى هذه النقاط المهمة اللي هي راعت موضوع الرياح، لأنه الرياح لها تأثير كبير يعني خصوصا بالعواصف الثلجية. شوفوا هذه التشكيلات اللي هي نوع من التقعر بالسطح اللي تم استخدامه، هذا طبعا عن طريق بحوث ودراسات توصلوا النتيجة أنه هذا ممكن يقلل من تأثير الرياح 20%، ولهذا تم اعتماده على سطح المبنى لتقليل تأثير الرياح، إضافة طبعا إلى شكل المبنى نفسه اللي تم اختياره بحيث قادر على مقاومة الرياح العالية ومن كل الجهات أثناء العواصف الثلجية. بعد اكتمال المبنى أصبح يضم غرف بمواصفات ممتازة، إضافة إلى عيادة طبية، مطعم، جيم، كل المستلزمات اللي يحتاجوها للإقامة هناك، بالإضافة طبعا أكيد القسم المختبرات، لأنه المبنى ينقسم إلى قسمين، قسم للمعيشة وقسم للمختبرات. إمكانيات للبحوث اللي تخص الطقس، تخص الفضاء، وغيره وغيره من المختبرات والأجهزة والمعدات. وبحكم موقع هذا البناء والمنشآت استلزم أنه تكون هنالك منظومات بشكل خاص اللي هي تتعلق بتدوير المياه، لأنه موضوع تدوير المياه مهم جدا هنا، وموضوع توفير الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. صحيح موجود عندهم وقود، عندهم موارد، ولكن الاعتماد بشكل أساسي في توفير الطاقة هو من خلال الطاقة النظيفة اللي هي الخلايا الشمسية، عندهم نصبوا 170 خلية شمسية لتوليد الكهرباء، إضافة إلى مجموعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بحكم أيضا المنطقة تتوفر بها طاقة رياح بشكل جيد ممكن الاستفادة منها. ولكن يبقى أيضا في حالات الطوارئ موجودة منظومات اللي هي توليد الكهرباء التقليدية اللي هي عبارة عن مولدات، وهذه تغذي الأجهزة اللي يحتاجوها العلماء لاستكمال أبحاثهم ودراساتهم على مدار السنة. وأخيرا وبتاريخ 12/2 سنة 2014 تم افتتاح المحطة أو مركز الأبحاث بشكل رسمي بحضور العديد من المسؤولين للقواعد الموجودة في المنطقة، تعرفونكم مجموعة قواعد، وكان هذا هو إعلان انطلاق المركز للخدمة وإمكانيته في استضافة العلماء والباحثين وإجراء الدراسات بشكل أكبر وأوسع وبما يحقق الفائدة العلمية والمرجوة من هذا المركز. بقت عندي نقطة أخيرة أحب أوضحها، وهي الحقيقة دائما كثير من الأسئلة تجينا عليها، اللي هي كلفة المشروع. كلفة المشروع من بدايته ولغاية إتمام المشروع بالكامل كانت بالضبط 79,780,000 دولار. هذه هي الكلفة الكلية. وبنهاية الفيديو أتمنى تكون هذه المعلومات إن شاء الله يعني فادتكم، وجزيل الشكر لكم وفي أمان الله.